مجلة التايمز الأمريكية الشهيرة اختارت منطقة أهرامات الجيزة ومنطقة سقارة الأثريتين طبعا ضمن أفضل 50 وجهة سياحية في 2023. المجلة الأمريكية كمان أشارت في مقالها إلى أن منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير هيكونوا وجهتين تستحقان الزيارة بشكل كبير في الفترة القادمة، وده بناء على توصيات مراسلي الشبكة الدولية لمجلة تايمز الأمريكية، اللي نوهت كمان خلال المقال إلى افتتاح مطار سفنكس في نوفمبر الماضي، وكمان نوهت إلى السماح بالزيارات الإرشادية للمنطقة التجارية ومنطقة البهو بالمتحف المصري الكبير اللي الناس طبعا بتنتظر افتتاحه. كمان منطقة سقارة عادت كمان إلى الواجهة العالمية بشكل كبير جدا 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 بعد سلسلة من الاكتشافات الكبيرة الحقيقة على مدار ال5 سنوات الماضية، واكتشافات مذهلة. وكان في كمان فيلم الحقيقة اتعمل على نتفليكس اسمه سقارة توم، وكان عمل صدى عالمي واسع جدا جدا مع اكتشافات طبعا بقى البعثات الأثرية المصرية في منطقة سقارة المتتالية. وكان في أكتر من مؤتمر على مدار السنوات الماضية، مومياوات كتيرة وحيوانات محنطة وكتير من التماثيل وكتير من يعني شفنا اكتشافات كمان سواء كمان بطرق مختلفة، منها المدفون في أبيار، منها المدفون في معابد، منها بعض المدن القديمة والجبانات في سقارة. ومنطقة سقارة هي أكبر جبانة تقريبا في العالم. فخلونا نروح كمان للدكتور حسام هزاع الخبير السياحي وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، نسأله على يعني إمكانية البناء على ما يتم نشره عالميا والاستفادة به في الفترة القادمة. دكتور حسام أهلا بيك معنا، منورا. أهلا وسهلا يا فندم بحضرتك، أهلا بيك. يعني اختيار التايم الأمريكية للأهرامات طبعا أهرامات الجيزة شيء متوقع ومنطقي، وده أهم معلم سياحي في العالم وأقدم أثر متبقي حتى الآن من عجائب الدنيا السبعة القديمة، لكن أضافوا إليه منطقة سقارة، وكمان قالوا أنه في فاسيليتيز جديدة زي مطار سفنكس، وكمان المنطقة المحيطة بأهرامات الجيزة هيكون فيها المتحف المصري الكبير. تفتكر ازاي ممكن نبني على ده؟ واخبار السياحه السيزون ده بالنسبه لحضرتك ايه شايفه؟ الحقيقه طبعا هو الاختيار ده اختيار موفق طبعا، وما تمش كاختيار عشوائي ان هم يحطوا صوره الاهرامات على التايم، لا ده عملوا احصائيه من 50 مراسل ليهم حوالين العالم، واجتمع الراي الاخير على ان اهرامات الجيزه هي الوجهه الاساسيه لمعظم سياح العالم في 2023، ولذلك اختاروا الصورة دي لمصر. وإحنا طبعا بالنسبة ومحطين 50 مكان The World Greatest Places طبعاً. وطبعا الأهرامات في صدارتها، حاطين 50 مكان وكذا دولة، ولكن حطوا صورة الأهرامات زي ما حضرتك ذكرت من عجائب الدنيا السبع. وطبعا بالنسبة للسائح الأمريكي، لأن أمريكا طبعاً يعني عدد السياح فيها برضو كبير جداً، واللي بيتجهوا إلى الشرق الأوسط منهم إلى مصر برضو أعداد كويسة جداً، وبيحبوا السياحة الثقافية، بالإضافة طبعاً للستيب بيراميد أو سقارة، دي كلها مع الإضافة والإشارة إلى افتتاح المتحف المصري الكبير 2023 اللي بينتظره العالم كله، لأنه فيه 100,000 قطعة أثرية. وهو اهتمام السائح الأمريكي أو السائح الأوروبي أو عامةً أوروبا الغربية وأمريكا اللاتينية والعالم كله اللي بيهتم بالسياحة الثقافية، هتبقى وجهته الأساسية اللي هي أهرامات الجيزة طبعا والمتحف المصري الكبير اللي بينتظر افتتاحه في 2023. الحقيقة السياحة في مصر الفترة الماضية تقدمت بشكل ملحوظ، التوقعات زادت بزيادة الأعداد أكتر، يعني كانت في بعض المنظمات السياحة العالمية بتقول ان السياحه هتبقى في 2023 في مصر حوالي 11.4 مليون واحد، ولكن مع ده السنه دي، توقعات السنه دي السنه دي في 2023 مع وجود الدعايه اللي وضعتها الدوله والاستراتيجيات
وكمان البورصات السياحية العالمية اللي حضرتها مصر كدولة ممثلة في هيئة تنشيط السياحة ووزارة السياحة، وكذلك القطاع الخاص والشركات، وكذلك البورصة الأخيرة كانت بورصة برلين من 7 ل 9 مارس، وتواجدنا فيها وتواجد فيها نسبة كبيرة، وكان الجناح المصري الحقيقة جناح بشكل متميز ومشرف جدا، وكان كل الأجانب بتيجي من دول مختلفة تشوف الجناح المصري، غير طبعا ان في تم تعاقدات ما بين الشركات والقطاع الخاص، وطبعا والشركات الاخرى والسبلاير والتور اوبريتور من دول العالم المختلفه مع مصر. فزادت التوقعات الى ان لكن عدد كربع الاول من السنه يعني الارقام مبشره في وجهه نظر الارقام حضرتك؟ مبشره في الربع الاول من السنه بزياده كويسه جدا. الثلاث شهور الماضيه زادت الأعداد حتى عن عام 2022، ولكن احنا طبعا بننتظر بنهاية العام 2023 وبنشوف الأعداد كاملة. فهم متوقعين أو زادت التوقعات أن ممكن يصل العدد إلى 15 مليون سائح في 2023 لو ظلت بهذه الوتيرة وهذه الدعاية. وبعدين في حملات دعائية قامت بها مصر وفيديوهات كمان عن مصر بتشير إلى كافة أنواع وأنماط السياحة اللي موجودة في مصر، سواء سياحة واضح كمان انه في ثقافية. ترقب للمتحف المصري الكبير، هم اشاروا ده في المقال كمان، وده برضو يعني خطوة بنستناها، اعتقد ممكن تدي بوش شوية كده. هو طبعا افتتاح المتحف المصري الكبير في ناس كتيرة بتسأل عليه، والتوكيلات في الخارج بيسألوا على مواعيد الافتتاح، لأن الناس فعلا متعطشة للقيام بزيارة المتحف المصري الكبير، لأن نقله برضو من المتحف المصري اللي في التحرير أعداد من القطع، وهيبقى فيه أعداد كتيرة للقطع الأثرية بتاعة توت عنخ آمون. بالإضافة أنا بقول المتحف المصري الكبير هيبقى فيه 100,000 قطعة، فده كله متوقع لو تم افتتاحه هيزيد الأعداد بشكل كبير. وطبعا مطار سفنكس القريب من المتحف المصري الكبير هتزيد عليه حركة الطيران، حتى الطيران المنخفض التكاليف أو الطيران الشارتر بشكل كبير. ده لذيذ، انت ممكن تبقى في دولة قريبة وتعدي تقضي يوم، ويعني في ناس بتحب تعمل كده، تقضي يوم في بالضبط منطقة تشوف ممكن يبقى المتحف فيه، والأهرامات ويوم كامل. وده جميل. كان بيتم بالفعل يعني قبل الحقيقة 2025 كان بيبقى فيه طيران شارتر بيجي مثلا من قبرص يعملوا اوفر داي بالطياره ويشوفوا يزوروا المتحف ويزوروا الاهرامات ويرجعوا تاني. فمن الجائز، لان المسافه مش بعيده بين بعض الدول القريبه مننا. وبعدين ابتدت تظهر سياحات غير سياحه النايل كروز، السياحه على الذهبيه، الذهبيه دي زي النايل كروز بس بتبقى بشراع، ولكن جنسيات اخرى دخلت إلى هذا النوع من السياحات بين الأقصر وأسوان على النايل كروز، واخد بال حضرتك، بس اللي هي في شكل ذهبية، اللي هي بتبقى 8 كباين أو 8 غرف أو 10 أو 12 أو 14 غرفة بحد أقصى، وبتمشي بالشراع. فدي برضو زادت الفترة وحصل طلب عليها كمان من بعض السياح الخليجيين، واخد بال حضرتك. ده ففي مهم إحنا جدا وفي الكلام ده. إقبال. نعم ده كلام مهم ويمكن البناء عليه يعني بشكل كبير. الحقيقه يعني ظهرت هذا النوع، وظهر كمان نوع من السياحه ان الناس بقت تيجي، بالذات اللي هو السياحه الثقافيه. في ناقشنا ده في بورصه برلين الماضيه، انا يعني كنت راجع من الحد الماضي، ان في ناس هتعمل القاهره، ممكن تقعد في القاهره 5 6 ايام تزور مثلا القاهره بكل اماكنها الاثريه، وممكن تطلع يوم اسكندريه ويوم الفيوم، وبعدين يقضوا 3 ليالي او ليلتين في العين السخنه كنوع من السياحه الشاطئيه في البحر الاحمر برضو، وبعدين المسافه قريبه من القاهره ويقدروا يسافروا بالطيران مره اخرى من القاهره مباشره الى بلادهم. يعني ده جميل كله بقى جدا، متاح. نعم ده جميل جدا. انا بشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا دكتور حسام هزاع، الخبير السياحي وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية.